نعم طلاب، نتابع في حل ما تبقى لدي من التمرين الذي يتناول تحليل كثيرات الحدود في سي. لدي كثيرة الحدود زد مكعب زائد واحد، ونريد تحليل كثيرة الحدود زد مكعب زائد واحد في سي. من الواضح أن كثيرة الحدود المعطاة تمثل المتطابق التكعيبي الثالثي، وجميعنا يعلم كيف يفك هذه المتطابقة، والتي تساوي زد زائد واحد بزد مربع ناقص زد زائد واحد. هذا القانون الموجود في R، أعممه على مجموعة الأعداد العقدية. إذن زد مكعب زائد واحد تساوي زد مربع ناقص زد زائد واحد. وجدنا في مجموعة الأعداد الحقيقية أن هذا مميزه سالب، لا يمكن تحليله في R، ولكن اليوم في سي احنا راح نحلله الى جدار مضارب خطيه من الدرجه الاولى. لتحليل كثير الحدود زد مربع ناقص زد زائد واحد، نحل المعادله زد مربع ناقص زد زائد واحد تساوي الصفر. نعم، باستخدام طريقه المميز دلتا، حيث ان دلتا تساوي البي مربع ناقص 4 اي سي، بحيث ان الاي تساوي الواحد، و B تساوي ناقص واحد، و C تساوي الواحد. أقول دلتا تساوي واحد للتربيع، يعني P مربع هي واحد للتربيع واحد، ناقص أربعة في واحد، أربعة هنا في واحد في واحد، واحد ناقص أربعة والتي تساوي ناقص ثلاثة أصغر من الصفر، أصغر من الصفر. للمعادلة حلين عقديين مترافقين، الناقص دلتا أكبر من الصفر، الناقص دلتا هي 3، وجذر الناقص دلتا هو جذر 3. الحل الأول زد 1 والذي يساوي ناقص بي زائد اي جذر الناقص دلتا 2 ا. نعم، لدي البي هي ناقص 1 بالناقص 1، 1 زائد جذر 3 اي 2، جذر الناقص دلتا هو جذر 3، تفرق البسط نص زائد جذر 3 2 اي. زد 2 والذي يساوي زد واحد مرافق، انظر والتي تساوي نص ناقص جذر 3 على 2 اي. تعلمنا سابقا كيف نوجد المرافق. الان الزد مربع ناقص زد زائد واحد سوف اعوضه بالشكل. مين بذكرني بالشكل؟ بزد ناقص زد واحد بزد ناقص زد 2. يبدو حلنا تمارين بما فيه الكفاية وزيادة بما يتعلق في هذه المفهوم. انظر الزد مربع ناقص زد، هنا إشارة ناقص، زائد واحد يساوي اي بزد ناقص زد واحد بزد ناقص زد 2. انا راح ادخل إشارة الناقص مباشرة على القوس، الاي عوضتها واحد زد ناقص، دخلت على القوس، الزد واحد هي نص ناقص زائد جذر 3 على 2 اي، بإدخال إشارة الناقص بتصير ناقص نص ناقص جذر 3 على 2 اي. زد ناقص زد 2 زد ناقص نص زائد جذر 3 على 2 اي. الان اعوض في عباره الزد مكعب زائد 1، يعني الزد مربع ناقص زد زائد 1 راح استبدله بهذين القوسين. الزد مكعب زائد 1 يساوي زد زائد 1، انظر هنا، بزد ناقص نص ناقص جذر 3 على 2 اي بزد ناقص نص زائد جذر 3 على 2 اي فقط. كثير الحدود من الدرجة الثالثة طلاب، إن ورد يرد كمتطابقة تكعيبية، انتبهوا لهذا الكلام. كثير الحدود من الدرجة الثالثة إن ورد يرد كمتطابقة تكعيبية، من أجل أن أحلله أفك المتطابقة بالطريقة التي تعلمناها، و المضروب اللي هو من الدرج الثاني وحلله كما واضح؟ نعم. لدي ايضا اخيرا 8 زد مكعب زائد 125. انظر ايضا لدي كثير حدود من الدرج الثالث واريد تحليله في سي. ايضا سوف انظر اليه على انه متطابق تكعيبي، ثالث متطابقة تكعيبية، سوف أنظر له على أنه بالشكل 2 زد للتكعيب زائد 5 للتكعيب، يعني مجموع مكعبي عددين 8 زد مكعب
زائد 125 هو بالحقيقة 2 زد والكل للتكعيب زائد 5 للتكعيب. أتذكر أن مكعب زائد بي مكعب أي موجود عندنا الجميع تساوي A زائد B بA مربع ناقص AB زائد P مربع. نعم، راح طبق المتطابق التكعيبي. هنا A كم تساوي طلاب حسب المتطابقة؟ أريد الجواب. رائع. 2 زائد مكعب. والبي 5 أليس كذلك؟ أحسنتم. راح يصير معي الA زائد B هو نوفق مثالي، راح يصير معي 2 زد زائد 5. هذا الA زائد B مضروب، انظروا جميعا الA مربع 2 زد للتربيع هي 4 زد مربع ناقص AP، يعني 5 ب 2 زد هي 10 زد، زائد ب مربع زائد 25. سكر القوس. إذا لاحظ 8 زد مكعب زائد 125 هي 2 زد والكل للتكعيب زائد 5 للتكعيب، 2 زد زائد 5 ب 4 زد مربع ناقص 10 زد زائد 125، وهذا مميزه سالب. سوف أحلله. أقول لتحليل كثيرات الحدود أو كثيرة الحدود 4 زد مربع ناقص 10 زد زائد 25، أحل المعادلة 4 زد مربع ناقص 10 زد زائد 25 يساوي 0. تحليل كثيرة الحدود 4 زد مربع ناقص 10 زد زائد 25، أحل المعادلة 4 زد مربع ناقص 10 زد زائد 25 يساوي 0 باستخدام طريقة المميز دلتا. هون الـ A تساوي ناقص 10، الـ P عفوا الـ A تساوي 4 والـ P تساوي ناقص 10 والـ C تساوي 25. P مربع 100 ناقص 10 تربيع 100، 4 AC 4 ب 4 ب 25، 4 ضرب 4 16 ضرب 25 400، 100 ناقص 400 ناقص 300 أصغر من الصفر. نعم، ومنه الناقص دلتا هي 300. جذر 300 انظر هو تحت الجذر 100 ضرب 3 أليس كذلك؟ جذر 100 10 يعني 10 جذر 3. للمعادلة حلين عقديين مترافقين، هاي العبارة إن إجا السؤال بالفحص اكتبوها. للمعادلة حلين عقديين مترافقين، الزد واحد هو ناقص بي زائد اي جذر الناقص دلتا على 2 a. انظر البي ناقص 10 عوضها ناقص الناقص 10 هي 10، جذر الناقص دلتا هو 10 جذر 3 اي على 2 a. 2 ب 4 8 فرق البسط ال 10 على 8 هي 5 على 4، زائد 10 جذر 3 على 8 5 جذر 3 على 4 اي. هذا الزد واحد. الزد اثنين يساوي زد واحد مرافق، الإكسات مثل ما هنو 5 على 4، القسم التخيلي راح ينعكس ناقص 5 جذر 3 على 4 اي، وعوض بالشكل من أجل 4 زد مربع ناقص 10 زد زائد 25. انظر A بزد ناقص زد واحد بزد ناقص زد اثنين، الA هي واحد، الزد هاي هي، راح الزد واحد دخل ناقص على القوس، هاي زد واحد دخلت الناقص عليها، ناقص 5 على 4 ناقص 5 جذر 3 على 4 اي، سكرت القوس، زد ناقص الزد 2 هاي هي بعد ادخال الناقص بتصير ناقص 5 على 4 زائد 5 جذر 3 على 4 اي. الان اعوض في عباره 8 زد مكعب زائد 125، 8 زد مكعب زائد 125 هاي إشارة الزائد. انظروا الاثنين زد زائد 5 مثل ما هي، طبعا هنا الـ A لازم قديش عوضها؟ 4 4 تماما، هون الـ A بدي عوضها 4، هون عند بدي عوض في عبارة 8 زد مكعب زائد 125 4 أوتوماتيكيا بتجي إلى أقصى اليسار
أربعة باثنين، زد زائد خمسة بزد ناقص خمسة على أربعة ناقص خمسة جذر ثلاثة على أربعة آي بزد ناقص خمسة على أربعة زائد خمسة جذر ثلاثة على أربعة آي.